عايز اقول لكم ان الكابتن احمد ايوب قال ان في 20 اسم خدهم معاه عشان مباراة الوحدة غدا. ال20 اسم خلية من نجم الاهلي عماد متعب. عايز اقول لكم كمان ان احمد ايوب في المؤتمر اللي عقد النهارده يعني ادان التحكيم بشكل كامل، وقال ان لينا هدف زي ما قال الكابتن ناصر عباس، هدف اثر في المباراه بشكل عام، كان ممكن ان هو يدينا الاسبقيه، وكان ممكن فريق الفيصلي يعني يفتح خطوطه شويه بقى ويشيل حاله الحذر اللي حاططها على النادي الاهلي دي والرقابه الصارمه، ويبدا يهاجم النادي الاهلي علشان يبدا يدرك التعادل. لكن التحكيم كان له راي تاني. التحكيم يا جماعه فعلا ليه حاجات ايجابيه وليه كوارث. كوارث كان كريم ندفت بقى نجم، كان كابتن احمد ايوب يعني هيطلع بمباراه كسبان، يعني النادي الاهلي كان هيطلع بمباراه كسبان. لكن هي دي الكوره، الكورة فعلا. والتحكيم هو في الأول وفي الآخر يعني إنسان بيغلط وبيصيب 20 اسم قالهم الكابتن أحمد أيوب. هقوله لكم إن شاء الله بعد الفاصل.